دخلت القرية العالمية في دبي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر كوب من الشاي الساخن في العالم، لتتفوق بذلك على الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله العام الماضي في شنغهاي الصينية. وقام بإعداد الكوب الذي يحتوي على 5000 لتر من الشاي 120 طاهيا فيما يقرب من 12 ساعة من العمل، ليتم تقديمه مجانا لأكثر من 45 ألف من ضيوف القرية العالمية.